طبعا يعني الوقت يا جماعة احنا عايزين ننقل كل محتويات الجدول ده في اكس، يعني ده في اكسيز، ده في اكسيز هنوديه في اكسيز تاني خالص، اهو في اكسيز تاني خالص اللي هو ده. هنعمل الجدول عادي، تكست نيم بي والاتاتشمنت بتاعه. هنا بيقول لك ايه؟ هنا بيقول لك ان اسم البلاد معاها مرتبط معاها اسم او مع علم البلد، استونيا العلم بتاعها ايه؟ العراق البلد بتاعتها العلم بتاعها، تمام كده؟ فهل ينفع ان احنا ننقل من اكسس لاكسس؟ طبعا ينفع، مانع بس بشرط لازم الاكسس التاني يكون فارغ خالص خالص، يبقى ما يكونش فيه ولا بيانات. هنعمل ازاي؟ هنقف عليها كده اهو لحد ما تبقى متظلله، وكنترول سي مع الكمبيوتر من عند لوحه المفتاح، ونخش على التاني كنترول سي كنترول في وندوس يس. هنا هل الاتاتشمنت هيتنقل؟ هنشوف، يا ريت، اتمنى. كنترول سي الاكسس التاني، بس كلها اصفار يا جماعه، ايه كلها اصفار يعني ما فيهاش ملف. وكنترول في، الله، ده ايه ده وحيده اهي. تعال نشوف كده الارجنتين، تعال نشوف كده ايه. عايزين بلد مشهوره يا جماعه، بلد معروفه يعني، بلد احنا عارفينها. خلينا في فلسطين. فلسطين العام بتاعها، هل العام بتاعها ده وبين علام فلسطين فعلا، يبقى كده عرفنا. عمان اهي، عمان عمان بلد عمان اهي. ايه تاني؟ يبقى كده عرفنا اللي احنا ننقل من ملف وملف. ها السعودية، السعودية تمام، وده العام بتاعها. الصين، الصين يا سلام، هو ده فعلا العام بتاعها. يبقى كده قدرنا ننقل ما بين ملف وملف، اكسس تاني خالص، ملف ايه وملف. سهلة جدا جدا جدا، مش محتاجة حاجة. شكرا، والسلام.